بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه لقاء اليوم عن اسئله تجول في خواطر الصغار والكبار وكل منا يتلقاها ببيئته وثقافته وعقليته وعلمه بعضها يسبب الحيره وبعضها يسبب الاطمئنان والامن نحاول في هذه اللقاءات ان نتكلم عن قضيه الاله من خلق الكون كيف خلق الكون متى خلق الكون اين الله ما هي صفاته كل هذه الاسئله يسأل عنها الصغير ويسأل عنها الكبير بدرجات متفاوته لما جاء دين الاسلام بل كل الاديان بينت لنا ان الرب رب وان العبد عبد وان هناك فارق بين المخلوق والخالق الله سبحانه وتعالى والكون نحن داخل الكون كان الكون اذا اردنا ان نرسمه نرسم دايره احنا جوه الدايره دي ربنا بره الدايره فالله شيء مختلف تماما عن الكون الرب رب والكون كون لا ننسى هذه الحقيقة ليس كمثله شيء يعني هو سبحانه وتعالى موجود لكن ليس ككل الوجود الدائرة فيها الكون كون واسع عجيب غريب كثير الخلق قال له الله كن فكان لأن الله على كل شيء قدير لكنه خارج هذه الدائره ليس محصورا داخلها مثلنا هذه الدائره اخبرنا الله سبحانه وتعالى انه على راسها وفوقها العرش والعرش اكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى العرش مثل السقف الذي فوقنا هذا تحته الجنه التي يعطيها للمؤمنين الطيبين الذين فعلوا الخير وتحته النار التي يهدد بها العصاه المفسدين الظالمين الذين قتلوا الناس والذين اخرجوهم من ديارهم والذين اعتدوا على الاموال والاعراض سبحان الله الجنه باتساعها تحت العرش والنار بما فيها تحت العرش اذا العرش هذا شيء رهيب شيء كبير جدا لو جلسنا نقول كبير لم يكفي طب الدائره دي فيها ايه فيها الزمان عندنا أرض احنا عليها أهي الأرض دي بتلف حوالين روحها كده قدام شمس فكل يوم يحصل ظاهرة اسمها الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار ونقعد نعد في الليل والنهار نعد في الليل والنهار بقينا زمن طيب قد ايه بتلف حوالين الروح روحنا ربنا الهمنا كده ووفقنا وعلمنا علم الانسان ما لم يعلم ان احنا نعمل الساعه قسنا اليوم طلع 24 ساعه فبقى اليوم في كام ساعه 24 ساعه بحبكم كده وانتوا ايه متفاعلين مع الكلام فاهمينه 24 ساعة 24 ساعة في اليوم أدي زمن أهو يبقى الدايرة دي فيها إيه؟ زمن كل 365 يوم الأرض دي بتلف حوالين الشمس في 365 يوم وربع ولذلك كل أربع سنين عندنا شهر فبراير تسعة وعشرين يوم زي السنة اللي احنا فيها دي وكل سنة تمانية وعشرين يوم لان الربع يوم ربع يوم وربع يوم وربع يوم وربع يوم يبقوا يوم بنحطهم كل اربع سنين لما نكون مولودين في يوم تسعة وعشرين يبقى عيد ميلادنا كل اربع سنين ويجي بابا وماما تمانيه وعشرين عايزين نحتفل بعيد الميلاد قوم لك اصل انت مولود في تسعه <applause> وعشرين فين تسعه وعشرين تسعه وعشرين مش موجود اصلا زمن يبقى جوه في ساعه وفي يوم وفي سنه وفي عمر نعيش مئة سنة افرضوا الواحد مننا عاش مئة سنة وبقى عجوز كده مئة سنة بس ده كله ده اسمه ايه اسمه زمن كلنا هنموت بس الموت ده بيجي عادة يعني غالبا بعد ما الواحد بيقضي أيام لكن ساعات تحصل حادثة ساعات يحصل مرض فيبقى الواحد صغير عنده 30 40 سنه ويموت اجل كده ربنا ايه بيتصرف في الزمن ده طيب الدايره دي فيها ايه زمن اول حاجه الزمن خلي بالك تاني حاجه فيها ايه المكان شوف احنا دلوقتي هنا في المسجد يعني في المسجد يعني جواه الله وفي براه؟ اه في براه نطلع من الباب نبقى بره المسجد ندخل من الباب نبقى جوه المسجد اروح البيت ادخل البيت ابقى جوه البيت اطلع من البيت ابقى بره البيت يبقى في مكان في اشخاص انا وانتو والناس اللي قاعده تصورنا ديه والناس اللي هتشوفنا بعد كده في التلفزيون واخد... واخدين بالكم يا أولاد أيوة. فيبقى فيه أشخاص العالم ده فيه أشخاص وفي أحوال أنا جعان أنا شبعان أنا تعبان أنا مرضان أنا أرفان أنا مبسوط وسعدان يعني حاجة كده في أحوال يبقى إذا العالم فيه أربع حاجات الزمان والمكان والأشخاص والأحوال أربعة تحفظوهم وتخليهم زي اسمكم لأن هنفهم بيهم حاجات كتيرة وهتتحلي بيهم أسئلة كتيرة بعد كده ربنا فين بقى؟ بره ربنا ما دخلش لا في الزمان ولا في المكان ولا في الأشخاص ولا في الأحوال واحد أحد فرد صمد خارج الدائرة دي الدائرة دي عاملة كورة بس أنا شايفها دائرة لأني ببص لها من هنا كده فهو خارج هذه الدائرة أو الكرة او نقول انه خارج الكون رب العالمين فين العالمين اللي هي الكرة دي اللي فيها اشخاص واحوال وزمان ومكان وكل كده ده وفين رب العالمين براه يجي واحد بقى يسأل ويقول لي طيب هو ربنا خلقنا أمال مين يا ترى يا هل ترى اللي خلق ربنا <applause> ليه؟ لأنه خارج الزمان ده لو كان في حد خلقه كان يبقى في زمان يبقى في حد قبليه وبعدين خلقه اه بس خلاص ادام في تغير يبقى في زمان حتى لو كان الزمان ده مليارات السنين لما انا بقول انه خارج الزمان يبقى ما اقدرش اقول مين اللي خلق ليه ليه مفيش حد خلقه ما هو كده هنا على طول اه على طول على طول ازاي على طول لانه ما فيش زمان ما فيش حد بيعد ما حدش بيقول له انت عمرك يا رب دلوقتي مليون سنه بقينا 2 مليون بقينا 3 مليون بقينا ما حدش بيعد لانه ما فيش لانه هو بره الزمان انا بحبك يا واد انت بحبكم كلكم بس الواد ده فهمها اهو فاذا هنشوف دلوقتي ونتفاعل معاكم انا عايز اشوف اللي في مخكوا ايه من الاسئله ونجاوب عليها بالتصور اللي احنا عملناه ده ان في دايره وان ربنا في الخارج وان الدايره دي فيها الزمان والمكان والاشخاص والاحوال يلا بينا نعمل كده شكرا يا حبيبي ده ايه بالظبط السبحه ما السبح لا دي بقى كده عندي طيب نحب نسمع بعض الأسئلة اللي هي بتقول في خاطر بعض الناس تفضل هو ربنا عنده كم سنة ربنا ما عندوش أي سنة لأن ما فيش عد ما فيش عداد بيعد زي ما بيعد عندك أنت عندك كم سنة أنا عندي 8 سنين 8 سنين حصل إيه انت اتولدت في سنه 15 فقعدنا نقول كده 16 17 18 19 20 21 22 23 خلصت 23 فقلنا ان عندك 8 سنين مفيش حد بيعد كده على ربنا ليه لانه خارج الدايره ربنا موجود على طول هو الاول والاخر والظاهر والباطن يعني هو لا بداية له ولا نهاية له هو محدش بيعرف يعد ليه محدش بيعرف يعد لأنه ما فيش زمن ما فيش ساعات ما فيش دوران للأرض حوالين نفسها ولا حوالين الأرض ولا أي حاجة عدم وجود الزمن بيخلينا نقول ما ينفعش السؤال ده الله مختلف عني فانت نعد السنين وانا نعد السنين انا عندي كم سنه دلوقتي 72 وسبعين سنه يعني انا جده لكن وانت عندك 8 اقعد ارتاح ونكمل مع بعض اقعد فاذا فهمنا الحكايه دي يا اولاد هو عمر ربنا قد ايه الإجابة ليس له عمر لماذا؟ لأنه ليس حوله زمن اتفضلي وانت قاعدة برضو يعني وانت في مكان هو احنا ليه مش بنشوف ربنا؟ ليه؟ أنا عارف ليه مش بنشوف ربنا لأن ربنا ليس كمثلي شيء يعني ايه؟ أصله خارج الدايرة طيب هل احنا بنشوف الامواج بتاعت الـ الـ الرادار بنشوف الموجات بتاعت او الطيار بتاع الكهرباء آه بدل. بنشوف الطيار بتاع الريز الاشعه اللي بنعمل بيها حاجات في جسمنا نشوف الاشعه بتاعتنا ابدا آه الله ما في حاجات ما بنشوفهاش كده ليه هو الانسان ازاي بيشوف عنده عين وفي حاجه اسمها المقله والشبكيه والضوء بينعكس على الحاجه طب فين الضوء اللي ينعكس على ربنا ما هو ربنا خارج الدايره فما فيش ضوء هينعكس عليه فيبقى مش هشوفه طيب هو ليه انا ما بشوفش التيارات والامواج والحاجات اللي زي كده لان الضوء ما بينفعش يتسلط عليها وهكذا ربنا لانه خارج الدايره فلا يمكن حد يشوف لو دخل الدايره هيبقى مخلوق كل اللي في الدايره قلنا مخلوقين وربنا مش مخلوق ومش ممكن يكون مخلوق فلانه خارج الدايره هنحفظ بقى الدايره دي مهمه جدا لانها هتجاوب لنا على اسئله كتيره جدا وبوضوح وبسهوله وبواقع الواقع كده انه ربنا سبحانه وتعالى خارج الدائره الكونيه ولذلك اه 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 ما حدش مننا هيقدر يشوف يوم القيامه اه يوم القيامه هنروح الجنه ونبقى على طرف الدايره كده وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ساعتها بقى نرى الله هنرى ازاي ما نعرفش ما قالناش لانها مسائل هتبقى مسائل متعلقه بتكوين الانسان يوم القيامه فنستنى كده ونعمل العمل الصالح أنا وأنتي لغاية ما ندخل الجنة عشان نشوف ربنا طيب تفضل هو ليه الشيطان خرج من الجنة لأنه عصى ربنا غبي ربنا بيقول له اسجد لآدم فراح قال له لا أنت مش واخد بالك ربنا مش واخد باله با ده كلام طب والله غبي طب ما يسجد ما الملائكة ساجد وكلهم وكل حاجة و... أمر الله كده بيقول له اسجد راح استعبط استعبط واستهبل فيها وراح قال له ايه لا لا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين استكبر على ربنا فربنا حد يستكبر عليه ده ربنا بيكرمنا كرم ما يعلم يعني بيه الا ربنا ادي بقى للي وراك قول يا حبيبي هو هو العرش اللي فوق الكوكب هو عرش ايه ايه هو اه هو انا ما شفتوش يعني انا شخصيا ما شفتوش وكمان في الشريعه ما قالولناش ايه الماده اللي معموله منه العرش لكن هو معمول من حاجة من اللؤلؤ من المرجان من الذهب من الفضة من البلاتين من الجواهر من الألمازات من الزمرد يعني معمول بطريقة مبهرة ان انت عارف مبهرة ازاي يعني اول ما تشوفه كده يعني تشعر بانك قدام حاجة عظيمة جدا حاجة كبيرة قوي حاجة فخمة جدا 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 فتشعر بنوع من أنواع الأمن في والخشوع كده جواه طيب اتفضل اه هو العرش اتعمل ليه؟ اتعمل لأن ربنا سبحانه وتعالى رسم الدنيا على وضع معين ايه الوضع ده؟ ان فيه عوالم عالم منهم عالم الارض اللي احنا فيها دي حواليه مجره مجره يعني ايه؟ يعني مجموعه ضخمه جدا من الكواكب الارض بتلف والشمس ايضا بتلف هي التانيه وحواليها حوالي دلوقتي تسعة عشر 11 كوكب وراها منطلقة في الفضاء نحو نجم اسمه فيجا علشان تلف حواليه وبعدين الشمس الاض... الأرض بتلف والشمس بتلف يلف حوالين إيه؟ حوالين العرش حوالين العرش ده هو. الحاجات دي بقى كبيره جدا اول ما تشوفيها بالتلسكوب شفنا حاجات غريبه جدا الكون الدائره دي منها حاجات مرصوده بعينينا شفناها ومنها حاجات لسه ما شفناهاش مش قادرين نشوفها بعيده قوي الدائره دي منها حاجه اسمه الكون المرصود يعني الكون اللي احنا شايفينه قد إيه الكون المرصود ده ثلاثة وتسعين مليار سنة ضوئية يعني الضوء بيجري بسرعة قوي قد إيه تلتمائه ألف كيلو في الثانية الواحدة يعني من هنا لغاية مرسى مطروح ناخد ثانية ثانية طيب أمال ياخد في الدقيقة قد إيه؟ حاجة كتير طب الشمس بعيدة عننا 90 مليون كيلو ولا حاجة تاخدها في قد إيه؟ في 8 دقايق طيب إذا كانت الشمس دي البعيدة قوي قوي الضوء بياخدها في 8 دقايق أمال دول كام؟ 93 93 إيه؟ مليار ايه مليار الف مليون ثلاثه وتسعين مليار ايه بقى دقيقه لا سنه الله ثلاثه وتسعين مليار سنه ده المرصود الكون بقى الدايره كلها خمسمية خمسة وسبعين مليار طيب معنى كده لو قسمنا 575 على 93 يطلع ايه؟ سته يعني سدس ست الكون شايفينه وخمس تسداس الكون مش شايفينه لسه لسه قدامنا كتير وما اوتيتم من العلم الا قليل لما خلى الكون بيلف فخلاه يطوف حول العرش فخلق العرش ليه؟ زي الكعبه لما نروح نحج او نعتمر بنروح الكعبه وبنلف حواليها تشبها بالملائكه الذين يلفون حول العرش تشبها بالكون نفسه اللي بيلف حوالين العرش فالعرش ربنا عمله مخلوق عظيم جدا مبهر علشان لما نعرف شأنه ونعرف أن الله سبحانه وتعالى قهره واستولي عليه أم يبقي نعرف وهو القاهر فوق عباده أم نيجي ساجدين لله رب العالمين نعم هو ليه هو ليه ربنا خلقنا ربنا خلقنا لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الملائكة وخلق الجن وخلقنا وخلق عوالم كتيرة زينا من أجل أن نعبده لكن كل عالم من العوالم بيعبد ربنا بالطريقة اللي ربنا أمره بيها الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون احنا في اختيار وركب فينا شهوات ساعات نغلط وساعات نتوب وساعات نقصر نصلي مره وبعدين نسيب الصلاه مرتين وبعدين نرجع تاني ونقول لا <applause> يا ربي سامحني فخلقنا كده بس خلى عندنا عقل واختيار فاسجد لنا ملائكته يعني قال لنا يا جماعه انتو, اللي اللي انتو لو استقمتوا هتبقوا افضل من الملائكه منا اللي بيستقيم ومنا اللي مش بيستقيم الى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته